هم كانوا مو 236 206 206 استلموا شركة ماريو الفرنسية استلمت شركة ماريو الفرنسية اللي هي استورد من عندها الدم الملوث. مو بس انه ها مو بس انه مو بس العراق، لا كثير من دول ليبيا اكثر هواي بلدان، هواي بلدان استلمت نفس الشيء وتوزع، هو كانما المرض توزع هذا، استلموا خطايا الدم وانصابوا. نعم اكثرهم توفوا، عندنا 10 فقط عايشين من عندهم فقط 10، انه نصهم يعني الجيل الثاني، يعني هو انصاب عدى اللي يعني بعد، اما هو كان طفل وكبر. نعم اما لا اوكي، بس العشرة اللي هسه اقل طبعا العدد مالتهم كانوا. الدولة تعطيهم يعني الشركة ما عوضتهم، ما عوضت شركة ابد ما عوضتهم، الدولة قاعدة تعطيهم قانون 36/2011 تصرف لهم 500,000 دينار شهريا حتى الورثة اللي يستلم، يعني اللي توفوا الورثة مالتهم يستلمون لحد الآن. أكثر من مرة صار حديث عن التعويض حتى بعد سقوط النظام. إن شاء الله إن شاء الله أكو مشروع تعويض إن شاء الله. شركة أنه أكو مؤسسات أحيانا البرلمان يدخل بهذا الأمر، أحيانا الوزارة. إيه صحيح هواي، بس المشكلة بالشركة، الشركة الشركة أفلست وباعت باعتها الشركة. بعد ما صارت هاي الفظيعة. كأنما هو سيناريو يعني مرتب، يعني نعم. تشوف تقرأ تشوف هيك يعني سيناريو مرتب، كأنما هي أفلست وباعتها شركة ثانية والشركة تقول لك أنا ما عوضاني. دول البقية اللي حضرتك حكيت عنها حسب معلوماتك نجحت بأنه تأخذ تعويضات وإحنا ما أخذنا له الكل؟ لا لا كدوة نجحت.